اليوم بدي أحكي على أحد أبواب مدينة دمشق السبعة الأصلية. الحقيقة طبعاً إحنا سوينا إحنا كم باب شرحنا عنه، وهلأ بنكمل الطقم اللي هم سبعة، وبعدين ننتقل نحن الأبواب الثانوية. هلأ بشكل مبدئي بدنا نحكي نحن على باب هو اسمه باب الجينق. كان اسمه الجينق، أحد الأسماء التي كانت تطلق على الباب كان اسمه الجينق، وكان اسمه سيلينا، وكان اسمه أرتميس، وكان اسمه مون، وكان اسمه لونا، وكان اسمه القمر أو باب الميلاد. هالتسميات لسه في غيرهم كمان لتدل على الشخصية التي كانت برعاية الباب هذا. يعني دائما الاعتقاد بيكون هيك، اعتقاد الكواكب السيارة، اعتقاد بجمالية القمر نفسه، اعتقادات كانت كثيرة دائما ترتبط بحياة الإنسان ومجتمعه. نرجع لكلامنا، كان هو أحد أبواب دمشق السبعة الأصلية في الجهة الشمالية من سور مدينة دمشق. هذا بيصل بين باب توما وباب السلام، بين باب توما وباب السلام. وكان اليونان خصوه للنور المنبعث من القمر، سموها سيلين، اليونان سموها سيلين أو سيلينا، وعرفت بأرتميس هي ربة الصيد. لاحقا عند الرومان، طبعا لأن الرومان هن كانوا امتداد للأغريق، سموها لونا. لونا لغاية هلا بنشوف بأوروبا القمر اسمه لون أو لونا، كمان ما رحنا بالرمي، شوف التسميات لا تزال متوارفة عبر الزمن، ولا يزال إلى الآن تحمل العديد من الفتيات الاسم لما له من تأثر وتصور محبب على الشخصية، على شخصية الفتاة التي تحمله في جميع المجتمعات طبعا، وعلى اختلاف الثقافات. كل مجتمع كان يختار شيء اسم من الأسماء لحتى يطلقوا على الصبية حلوة جميلة، يحبوا يصوروها بهالشكل هذا، يحبوا يصور الطفل أو الطفلة من الوقت هذا يكون عمره صغير كمان لحتى يكبر، مشان حتى يعطي انطباع. مثلا كلمة زعلنا والله الصبية مثلا اسمها قمر، مرات لازم تكون حلوة أشعة القمر، أنا بيقصدوا فيها هو النور المنبعث من أشعة القمر. بالتراث العربي كان له التصور هذا أسماء عديدة، مثلا منقول نحن بالحضارة المصرية كان اسمه مون وآمون ومينا ومنوت ومينينج المعنى، تصور ومنى، كل هدول الأسماء هدول له. وعند التدمريين طبعا تدمر في وسط البادية السورية سموه عجلبول، عجلبول الأشعة التي تصدر من القمر أو النور الذي ينبثق من القمر. وأيضا سمي سين وسين وشين ونور سين، هلا في ناس كثيرين يسموا الصبية نور سين، أي تعني ضياء القمر، نور سين. واسم ياسين، ياسين تعني يا رب، ياسين أي مناجاة الرب. وتحاول أو ونجد دول ومدن تنتهج أسلوب نفسه، مثلا بلدة عنا بحمص بمحافظة حمص اسمها برشين أو برشين، وتعني ابنة القمر. وجزر القمر، حتى بنشوف نحن في احدى الجزر المحيط، المهم اسمها جزر القمر، هي مو عربيه بس في ناس بيقولوا على عربيه، والله ما بعرف تماما عن شو. وعند العرب الاراميون كان اسمه الشخصيه اسمها رخ، ومنها اجت التاريخ لانه كان يأرخوا بموجب القمر ودورته. وسموه شهر وسهر،
ودعي أيضا باسم قمر. هاي بفترة لاحقة سموه قمر، يعني تسمية جديدة إلى الأسماء هي كلياتها كانت موجودة بالأصل حتى نفس الصفات معينة. شلون هلأ نحن ما بدي قارن أنا كثير شيء معين، بس مثلا نقول الشخصية نطلق عليها نحن صفات حلوة كثير، أو إصافات صفات بقصد على قوة أو على الجمال أو كذا، بتكون الصفات متعددة باللغة، وبالتالي بقالي نشوف نحن أنه هذا هون بالذات عطوه كمان صفات نفس الشيء، يعني تلاعب بالألفاظ، وحسب كل مجتمع كان يستعمل هالمفردات هي للإطلاق على اسم الصفة أو الصفة اللي لازم تنقال على الشخصية. هو نسبت كمان تسمية الباب إلى محلة الجينق، الجينق هي كان اسمها الكبيرة في ذلك الموقع، يعني بقصد على السور الشمالي في ورم مباشرة المحل كان اسمه جينق. هيك يقال. الحقيقة نحن ما بنعرف تماما، أنا برجع بقول هالمعلومة هي أنا عم أقولها مثل ما هي وبس، وبعدين شو بتكون صحيحة أو غير صحيحة، نحن عم نقول المعلومة التي ذكر بها الموقع بالذات، التي ذكر بها الموقع، وليست معناتها أنه أنا باخذها بالطريقة يعني أنه مسلم فيها خلاص أنه هيك، لا لا مو صحيح هذا الشيء، كلياتنا المفروض يكون هيك. الحقيقة هي حارة الفرايين يلي كانت هي داخل السور، كان فيها كنيسة ومسجد، والآن هي عبارة عن بيوت مسكونة، يعني تغيرت كمان مع الفترة، صارت تتغير هي العادات والأحياء وأسماءها، وبالتالي صار فيها بيوت طغت على اللي كانوا من أول. جاء ذكر البوابة أو الباب ضمن أبواب مدينة دمشق عام 684 للهجري، ما يعادل 1286 ميلادي، وكان عند ابن أبي شداد كان سماها الجينق. الحقيقة بهذاك الوقت ولغاية هلأ تماما ما بنعرف شو تعني كلمة الجينق، ما عرفوا شو، بس نذكروا الاسم بس. وتوهم المؤرخون العرب أنه منسوب إلى رجل رومي اسمه جنيق أو جنيق. الحقيقة ما حدا بيعرف تمام، برجع بقول الاسم ملغم ما حدا بيعرف، ولما بصيروا هن العادات والتقاليد لما ما بنعرف شيء عن الموضوع مننس ولا شيء حدا بنلزقه فيها، يلا كان أحد الأشخاص اسمه هيك وخلاص. كما توهم بعض المعاصرين أنه من الكلمة اليونانية جينيك، جينيك ما معرفة. وما ذكره الخوري أيوب سمية أنها تسمية معربة من اليونانية هي جينيس أو يانيس، يانيس هي يانيس المفروض هو، ومعناها الميلاد، وخصوصا هي ترتبط بميلاد السيد المسيح. ما بنقدر ننكر وما بنقدر نصادق، بس كل واحد يقول وجهة نظره شو. ولا وجود لهذا الباب بشكل عام كما كان مذكورا في زمن، كان بهذاك الوقت في زمن ابن عساكر، ابن عساكر ذكروا انه كان مسدود، وبالتالي ما بنعرف شو كمان. وقد يكون قد سد بعد العام 549 للهجري، ما يعادل 1154 الميلادي، أي بعد دخول السلطان نور الدين محمود بن زنكي لما دخل دمشق واستلم الحكم فيها. يعني هون الظاهر أنه هو سد الباب لأسباب معينة هلا منقولة. نجد أن عدد أبواب مدينة دمشق في الجهة الشمالية أكثر منه في الجهات الأخرى، جهات الثلاثة الثانيات. السبب وذلك لعدم إمكان توقع هجوم من هذه الناحية، هذه الجهة، بسبب الحماية الطبيعية التي توفرها فروع نهر بردة وقنوات المياه التابعة له، يعني إن كان بردة وفروعه هو العقرباني والدعياني، كانوا بيمروا بالقرب من الباب البوابة أو سور الشمالي لمدينة دمشق. طبعا لما بيمروا من هيك معناته انه
أي مهاجم أو أي غازي بيتردد يجي من هنيك. ليش بيتردد؟ لأنه بيقول لك صعب، لا بيجي من الطرف الثاني هون أحسن، منطقة جافة ممكن يجيه، وبالتالي هون يعني ما كان مهم كثير بالنسبة لهذا الموضوع. إضافة لصعوبة التضاريس الناتجة عن امتدادات أو امتداد سفح جبل قاسم، السلطان نور الدين محمود قام بعملية تحصين شاملة للمنطقة ورمى ما تهدم من سورها وأبوابها نتيجة تهدم فيها شغلات كتير نتيجة الحملات الأوروبية والفتن الداخلية، كل هذا أثر على السور. وبالتالي بقى نور الدين محمود كان له هو بصمة كتير كتير ظاهرة وواضحة، بنشوفها نحن من خلال الأبراج اللي ساواها بالنسبة للأبواب اللي إعاد مرة تانية هو تنظيمها، وهو عبارة عن تقويتها بدفاعات قوية جدا. ومنشوف كتابات ذكرت شو عمل كمان هو بالتفصيل، كلياته تقريبا بين الأعوام أو بين العام 1154 ميلادي. وأقام الأبراج المستديرة على السور، مو بس يعني الأبواب والسور، كمان حتى ساوى للسور ساواله عبارة عن أبراج مستديرة، وفتح أبواب جديدة كباب الفرج ضمن السور. باب الفرج كمان هو بالمنطقة الشمالية من السور، وباب السلامة القريب كمان من الباب اللي نحن هلأ عم نحكي بصدده، كما سد أبواب أخرى بجانب كيسان. كباب كيسان سكر باب كيسان كله تسكره، يقولك ما في داعي له. وجزء من الباب الشرقي كمان، هي البوابة الشرقية بوابة دمشق الشرقية كان بقلها ثلاث فتحة، سكر جزء منها لحتى يكون كمان أسهل للمراقبة، أسهل لحتى الدفاع عنها ولو مجرة. ووسع سور المدينة الممتد من باب الفرج وباب الفراديس ليكون السور الجديد محاذيا للنهر تماما، محاذي للنهر يعني على النهر تماما. وهذا أدى إلى نشوء حي بين السور القديم والجديد، وسمي الفاصل بيناتهم هو بين السورين، ولغاية هلأ في حارة اللي بيحب يمر منهم بيشوف أنه فعلا في عبارة عن سورين مو متلاصقين، في بيناتهم عبارة عن ممر، طبعا ممر لحتى يسمحوا للحرس لحتى يدافعوا عن الدفاعات الأولى ومن ثم ينتقلوا للدفاعات الثانية. وكانت عند باب جنيق أو جنيق كنيسة وجامع، ثم صارت بيوتا للسكن مثل ما حكيت. الحقيقة منشوف نحن أنه لا يزال لغاية هلأ بعض آثار الجدار سور دمشق ظاهرة للعيان لغاية هلأ. السور والباب نفسه، الباب نفسه طبعا هلا مو واضح منه الا فقط جزء بسيط صغير وكثير كثير صغير، يعني بحيث انه بده انه واحد ياكد مظبوط هو ماشي جنب السور لحتى يشوف انه هذا هو، هذا هو هون باب الشمالي وكان هون موجود. شوفوا قديش الأهمية. طبعا هلا ضمن الصور رح احطها، رح احط انا صوره لقطه عن المتبقي من البوابه يلي هي اسمها القوس يلي كان يعلو الباب هون لغاية، لا تزال لغاية هلأ موجودة القوس، فقط قوس صغير ما هو كبير، بس هو كانت البوابة القديمة. الحقيقة المعلومة عنه كانت قليلة كتير عن الباب هذا، واضطريت أنا أنه أجمع بقدر الإمكان شيء معين لنعطي نحن ناتج، لأنه ما في شيء نوصفه. كان ممكن نحن نوصف الباب أكثر ضمن الأبواب الثانية يلي لا يقارن فيها، لكن هون اضطريت أنا يكون أمورنا بس فقط هدول المعلومة هاي. برجع بقول إذا في حدا كمان عنده شيء تاني أنا أغفلته رجاء نزودنا فيها لحتى نصلح نصوب نحن المعلومة، وبالتالي نعمل شيء تاني يكون أحسن لحتى نستفيد نحن ونفيد كمان غيرنا بنفس الوقت. حابب أحكي على المراجع يلي أنا رجعت لها لحتى قول هالمعلومة هي. الحقيقة كان في عنا كان مراجع جيدة جدا، ودائما دخلوا بمدينة دمشق وتفاصيلها من هون، مثلا تاريخ مدينة دمشق
لابن عساكر، طبعا هي قديمة كثير. هو ذكر جزء من المعلومة عن الباب ضمن هو آثار مدينة دمشق، حكى عليها كلمتين مو أكثر. بعدين في نزهة الأيام للبديري أو للبدري نسميه، مثلا ثمار المقاصد لابن عبد الهادي، كمان حكى كم كلمة بشكل موجز عنها. مثلا عنا الشارع المستقيم للراهب سمية، طبعا هو حكى عليه كمان. هلا تذكرت أنا شو كان هو حكى على جزء من المعلومة إنه شو تفسيره للاسم. حكى في كمان تاني هو معالم دمشق التاريخية للإبش والشهابي، طبعا هي كمان مثل ما قلت دخلوا فيها بشغلات كتير، وكمان أبواب دمشق للشهابي كمان دخل فيها، وكمان ذكرت بمنادمة الأطلال ومسامرة الخيال للشيخ عبد القادر بدران، كمان ذكر كمان بشكل موجز كمان. بالإضافة لهالشيء هاد في عنا كمان أنا حكيت عليه ضمن كتاب سورة عبر العصور من شو صفحة 31، كمان حكيت بشكل موجز كمان على السور وعلى البوابة الشمالية اللي هي الجينق، بس أنا بالكتاب ضفت معها باب السلام. أنا هون هلأ رح أفصل باب السلام عن باب الجينق أو جينق، ما بتفرق التسمية الحقيقة ملغمة، بس بكل الأحوال نحن فصلت هاي رح أرجع بعدين أحكي عن الباب الثاني اللي هو باب السلام أو السلامة كمان نحكي عليه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأتمنى التصويت، وأهلا وسهلا.